اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مسرح. النهارده قبل ما نبدا حلقتنا النهارده بنتكلم عن حلقات كلها تنميه وكلها ان شاء الله هيكون في صلب التنميه بتاعتنا اللي هو توفير فرص العمل ودعم الصناعه المصريه والصناعه او صناعه الحرف اليدويه. ولكن قبل ما نبدا حلقتنا النهارده في معايا موضوع يعني هو مهم جدا وفي نفس الوقت كان لازم اعمل كده. وانا داخله النهارده مدينه الانتاج الاعلامي وعلى البوابه زملائنا في الامن قالوا لي في سيده كبيره قاعده على الباب من الساعه 9 الصبح وان هي جت من يوم الاربعاء اللي فات اصلا وجت النهارده كمان اللي هو ميعاد الحلقه عندنا يعني بس الحلقه اللي فاتت يعني الاربعاء اللي فات ما طلعتش هوا كنت مسافره فهي جت قدرا ما لقيتنيش فجت النهارده تاني. وان هم قالوا لها لا هي بتيجي الساعه 9 فهي افتكرت 9 الصبح ومن 9 الصبح لحد ما انا داخله المدينه كانت يعني الست الفاضله دي قاعده يعني نزلت لها ورحت لها هي مش قادره تمشي ست كبيره في السن ربنا يديها الصحه والعافيه. كانت صعبه يعني كلامها كان صعب. هي اول ما كلمتني قالت لي انا مستنياكي من بدري يا بنتي وانا عايزه اطلع معاكي النهارده على الهوا وكان صعب ان انا ارفض وكان صعب ان انا اقول لها طب انا قلت لها طب ايه المشكله يا امي او ايه الموضوع قالت لي انا عايزه اروح لدار مسنين لازم توديني دار مسنين بس عايزه اطلع على الهوا واتكلم. كان مفيش قدامي حل غير ان انا يعني اقول لها حاضر واخدناها معانا بالعربيه ودخلناها بعد التصريح. فاحنا جايين في الطريق قلت لها طب يا امي ممكن تكون هي لا تلتفت ان ممكن طلوعها على الهواء او على الشاشه ممكن يزعل اولادها هي بتشتكي من اولادها عندها هعرف منها لاني نسيت بالظبط عندها مش عارف خمس اولاد او اربع اولاد. هي قالت لي ان هم ما بيسالوش عنها خالص بعد ما ربتهم وهتسمعوا بقى منها كلامها الكلام اللي هتقولي تقريبا بس في الوقت اللي احنا جايين فيه داخلين بس من باب المدينه للقناه ما بيسالوش فيها خالص وان هي قاعده لوحدها وان هي حتى يعني خدت شقه يعني ايجار قانون جديد وهي بتدفعه بتدفعيه منين من الناس الطيبين اللي بيساعدوها ومحدش بيسال فيها خالص وهي قاعده لوحدها. عرفت ان هي تقريبا عندها 80 سنه يعني سيده كبيره خلاص يعني ربنا يديها الصحه والعافيه بس خلاص محتاجه اللي يساعدها. انا لفتها لحاجه قلت لها طب يا امي انا ما عنديش مانع تطلعي على الهوا حاضر عيني بس هل ده عشان بس تبقي عارفه يعني انت هتطلعي على الهوا هل ده هيزعل ولادك؟ فكزي اي ام وزي اي اب قابلتهم قبل كده في دور المسنين ان هو بيرجع يحن طبيعه ربنا بقى يعني مدي يعني قلب الام رحمه ومغفره الى ما لا نهايه. فقالت لي طب معلش يا بنتي ما لا لحسن يزعلوا انا مش عايزه ازعلهم ربنا يحنن عليهم بقى ويسامحهم. طب يا امي خلاص يبقى بلاش تطلعي لا عايزه تطلع. فكان في المشكله ان هي عايزه تطلع وفي نفس الوقت مش عايزه ولادها يعرفوا فيزعلوا وهي عايزه تطلع تتكلم. قلت لها اطلعي اتكلمي قولي اللي انت عايزاه انت عايزه تروحي دار مسنين باذن الله تعالى هيكون في الحل ده وان شاء الله يعني هتلاقي دار مسنين محترمه وفي نفس الوقت اللي انت عايزاه. قالت لي بس انا عايزه اطلع اتكلم كان الحل الامثل ان احنا نطلعها ونعمل عليها فلو يعني ما يبانش يعني هيئتها ووشها ويعني احنا ما بنعملش دي ابدا يعني اذا كان حد عنده الرغبه او حابب يطلع بيطلع اللي مش حابب خلاص. بس هي طبعا يعني كان المفروض ان انا يعني ارضيها وان انا اشوف هي عايزه ايه حاضر واقول لها كل اللي انت عايزاه هنعمله مفيش ما ينفعش ان انا يعني اردها او ارجعها او غير ما اكون ماشيه مرضيه. هي عايزه ده قلت لها اللي انت عايزاه. حتى كان المفروض احنا عندنا الحلقه بتاعتنا متقسمه مثلا اكتر من حاجه النهارده عندنا حاجات كتيره بس كان في ضروره ملحه ان انا اطلع الست ام احمد ونطلعها يعني هي اسمها ام احمد مش هنقول اسمها الحقيقي يعني اسمها يعني ايه وفي نفس الوقت مش هيبان شكلها. ازيكي يا امي عامله ايه؟ الله يسلمك يا بنتي زرفان انت مشرفاني ومنوراني. الله يبارك لك الله يبارك لك ويخليكي لينا يا رب. ربنا يكرمك وسامحيني ان انت قعدتي وقت طويل انا ما اعرفش وسامحيني ان انت جيتي يوم الاربعاء وما لقيتنيش برضو معلش ما كناش نعرف. ما انا عارفه ان انت حضرتك بتطلعي يوم الاربعاء ويوم الجمعه فجيت يوم الاربعاء الساعه 9 الصبح
يا حبيبتي. انا بحسب بقى بتطلعي في النهار. معلش واتنيت في قاعده لحد ما بقت الساعه 10 ونص. اللي على البواب قالوا لي لا ما دي ما بدي مش هتيجي. اعتذرت ومش هتيجي الا يوم الجمعه. وعلى البوابه 4 ويوم الاربعاء يوم الجمعه ما تجيش في البوابه 4 تعالي على البوابه 2 عشان تخش. معلش سامحينا بقى ما كناش نعرف. قولي يا امي ايه اللي مزعلك وايه اللي مخليكي يعني فكرتي ان انت تيجي هنا وتقولي لي يا وفاء انا عايزه اروح دار مسنين؟ والله انا يعني من وانا عندي 30 سنه ارمله كانوا عيالي اطفال. عندك قد ايه ولاد؟ عندي 5. 5 ولاد ورجاله وبنات؟ وبنات كلهم متجوزين؟ متجوزين كلهم. اتجوزتهم. انت حضرتك قلتي لي عندك 80 سنه. وعندي 80 سنه. ربنا يديك الصحه والعافيه. وزياده حتى كمان كده انا بقول بالاتصال. يعني طب ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. وربيتهم كسرت صبايا عليهم وما رضيتش اتجوز. وربيتهم وعلمتهم واديتهم شهادات واتجوزوا واشتغلوا شغلانه حلوه كلهم. واحد في السياحه وفنادق واحد في شركه سواق مع واحد كبير في العلاقه العامه وواحد شغال برضه شغله حلوه وكلهم كويسين يعني ورتبهم حلوه وهم كويسين. والبنات متجوزين طبعا. والبنات متجوزه. البنات متجوزين. طيب ايه هما بقى ايه؟ ورحت العيال بقى الواد العيال قالوا لي اقعدي لوحدك يا ماما مفيش ستات عايزاكي اي واحده ست عايزاكي. طيب يعني احنا دلوقتي اهو الصوره طالعه مش باينه يا امي عشان تبقي عارفه الصوره بتاعتك مش باينه علشان يعني احنا ده بناء على زي ما انت قلتي لي. أيوة. واكراما ليكي. أيوة. واكراما لاولادك يا ربنا يهديهم يعني هو لو عليا يعني انا زعلانه منهم. ولكن برضو معلش انت زعلانه منهم انت زعلانه منهم امال انا اعمل ايه؟ امال اعمل ايه؟ الله يسامح ربنا يسامح الله يسامح ويهديهم يا رب. معلش ويهديهم. هم اولادك قالوا لك ما ينفعش تقعدي مع حد فينا يا امي؟ لا قالوا لي قالوا لي. طب انت كنت قاعده في بيتك اللي كان معاكي ولادك؟ كنت قاعده في قانون قديم. كنت قاعده في شقه قانون قديم. سبتيها ليه؟ واديتها خدها مني الولد وقعد اتجوز فيها. يعني جوزتي فيها حد من عيالك وسبتيها له؟ ايوه هو اتجوز فيها الولد اللي كان ابوه سايبه عنده 4 سنين. طيب وسبتيها له وخرجتي ورحتي جبتي شقه قانون جديد؟ قال لي بقى يعني اطلعي وبعد ما اتجوز اقعد سنه ولا حاجه اتهنى ابقى اجيبك. لا حول ولا قوه الا بالله. ما رضيتش مره. لا حول ولا قوه الا بالله. وقال لي لا يا ماما تشوفي شقه بره. يا ابني طب انت تدفعلي الايجار؟ قال لي ما انا ما ادفعش الايجار. يعني هو بعد ما خد الشقه قال لك مش هدفع الايجار. وبعدين الناس اللي هم في الجامع انا بروح الجامع عيشة ومغرب وعيشة. الناس اللي في الجامع بعرض عليهم الكلام قالوا لي انت غلطانه يا حاجه ان انت طلعتي من شقتك وشلتي حاجه. قلت لهم انا مش ما كنتش مصدقه ان عيالي يعملوا فيا كده. لا لان انا ما عملتش فيهم حاجه. ما اتجوزتش ورميتهم لان كنت صغيره وكان عندي 30 سنه. أيوة. وكانوا بيجروا عليا الناس. قلت لا اولادي اتحضن بيهم وانيمهم واكلهم واشربهم وما اقدرش ان انا اتجوز واسيب البنات يروحوا كده ولا يروحوا كده. لا وفضلت ان انا واشتغلتي وشقيتي عليهم اشتغل وربيتيهم. اشتغلت وربيتهم وشقيت عليهم وربيتهم واديتهم شهادات واشتغلوا واتجوزوا وخدوا منك ايه؟ واحد منهم خد منك الشقه وانت بقى خدتي شقه. هو اللي جاب لك الشقه قانون جديد على سبيل ان هو هياخدني. قال لي اتظهر اتكلمهم هي وهو ومراته. قالت له لا ده انا عايزه الشقه لوحدي عشان اهزر عشان اتكلم عشان اقعد سنه. لا اله الا الله. قال لي ماما ما ينفعش. ليه يا ابني ما ينفعش؟ قال لي معلش. وقال لك مش هدفع الايجار بتاعها. ما ينفع معيش. طب واخواته التانيين ما تدخلوش؟ ما حدش اخواته التانيين ما رضوش يتدخلوا علشان خاطر انا سبت الشقه ليه؟ المفروض انت ما ولا حد فيهم قال لك طب تعالي يا ماما اقعدي معايا؟ والله العظيم رمضان اللي جاي ده رمضان اللي فات انا كنت بفطر لوحدي يا حبيبتي. والله يعني يا استاذه وفاء ان انا كنت بفطر لوحدي طول شهر رمضان؟ طول شهر رمضان اكل لقمه صغيره واجري على الجامع عشان اصلي العشاء والتراويح. وانا جايه اجيب السحور. برضه اتني قاعده
لحد برضو حد اروح انزل اجيب اكل وانا تعبانه واكل لقمه صغيره وانزل لازم اصلي. ايوه. والبنات طيب فين؟ طيب البنات معاهم رجاله غريبه. انا ما اقدرش اغصب على البنات، المفروض ان اغصب على الصبيان. طيب. يتكلموا يقولوا لستاتهم امنا انتوا ان طلقتوا هجيب واحده غيركم، انما انا امي ما تتعوضش.